عايز اسال حضرتك على قرار اداره نادي الزمالك الاخير بعرض فتوح والزناري ومحمد صبحي للبيع، رايك في هذا القرار؟ بص، هو قرار طبعا ممتاز. وده ان ده اللي هيدل على ان يعني لعيب الكوره لازم يعرف ان في بقى ايه، في عقاب وفي صح، يعني في ثواب وفي عقاب. النهارده نادي الزمالك القرار اللي خده في اللي حصل من الاخوه اللاعبين بتوعنا دول اللي ربنا يهديهم ان شاء الله، لا هو قرار ممتاز، قرار كان غير متوقع، بس ارجو ان احنا نثبت عليه. دي نقطه مهمه جدا. ان انا مش عايزين بقى ان العواطف تلعب دور، يعني ما يجيش مثلا هي بعض الناس تتدخل واصليها ومعلش طب ونديهم فرصه انا كان معايا خبر النهارده انه الثلاثه عارضين على مجلس اداره نادي الزمالك ان هم يقدموا اعتذار مكتوب. لو قدموا اعتذار مكتوب والله دي بقى هترجع للمجلس لمجلس الاداره. انما انا شايف ان المجلس القرار اللي خده قرار ممتاز جدا، وده يعني زي ما بقول لك هيبقى رادع، لان النهارده لو حصل ان هم قبلوا الاعتذار وان الكلام ده هيجي بعد كده نعمل كده، هيجي انت بعد كده تعمل هعتذر. كده طب ما احنا نروح بقى نعتذر وخلاص، هتبقى العمليه صحيح. وده كان بيحصل على فكره قبل كده، انما ما اعتقدش ان المره دي يعني ما متوقع انه مش هيحصل. يعني مش عارف، يعني انا اتمنى ان هو يعني طيب. في رايين في الامر ده يا كابتن محمود، بعض الجماهير قله منهم، يعني معظم الجماهير الزمالك مؤيده قرار مجلس الاداره بشكل كبير، بس كلها بتقول لك والله طب ما كنت غرمتهم غرامه كبيره وخلاص. رايك ايه؟ هو بص، في اجتماع بكره، هو يعتبر النهارده خلاص النهارده فده يعني هم يمكن يعني يمكن القرارات هتتاخد النهارده بما يخص اللعيبه، يعني الثلاثه. انا بخص فتوح بالذات، لان فتوح ابن النادي، ابن شرع للنادي. يعني انا فتوح يعني جبناه وهو صغير كده، كنت انا ماسك قطاع الناشئين وجانا وهو كان بيلعب في نادي في حلوان ومقيد هناك، ومعلش ان انا كنت هتحرك لدي يعني. يا ريت بالعكس. يعني احنا اللي جبناه، هقول لك كان مدرب طارق السيد وكان سعيد الجدال الله يرحمه، وكان في اداري اسمه يوسف السيد، وكنت انا رئيس قطاع الناشئين، وكان النادي برضه في ظروف الماديه يعني ايه، يعني عشان نطلع الفلوس من النادي اللي عايزها النادي بتاع فتوح ده نستنى شويه، فهو لا لازم نجيبه في الوقت ده عشان ممكن يروح منكم. 13,000 جنيه لميناهم من بعض وجبناه فتوح. محدش يمكن يعرف الكلام ده. يعني انتوا كقطاع ناشئين انا جبناه لمينا 13,000 جنيه عشان نشتريه. كان عنده 8 سنين 9 10 سنين وجبنا له، كان فعلا كان موهوب وفعلا بان انه لعيب كويس. فانا واخد عليه اللي عمله دوت، ما كانش المفروض ان يتعمل يعني منه او يحصل منه، لانه هو لاعب بقول لك ابن نادي شارع، انا بعتبره نادي من مواليد النادي صحيح، فانه يصدر منه هذا، فده اللي كان مضايقني. انا كنت نفسي مستاء من الموضوع ده. طبعا بالاثنين اللي معاه برضه يعني برضه اللي عملوه برضه مش صح. طيب انا هكلمك تحديدا على فتوح، في برضه راي يقول لك لا، ما هو الزمالك ما كانش المفروض يعرضه على البيع للبيع، ده الاهلي عايزه فكده الاهلي هياخده. رايك ايه في الجمله دي برضه؟ والله هو يعني انا شايف ان فتوح لو هو كان في جديه عنده كان وافق على، كان يعني وافق على ان هو يجدد عقده من فتره. انما واضح تاخيره دوت مش سليم بالنسبه لنا وبالنسبه له. هو في حاجه بتحصل غريبه، بس انا شايف ان في الاخر فتوح هيرجع لصوابه زي ما بيقول او لعقله، وهيرجع وهيبقى يعني هقول لك ايه، يعني يبقى يرجع للزمالك تاني. ارجو ان هو يرجع للزمالك بس ايه، بطريقه اللي هي ما تخليش الناس تقول يبقى في القيل والقال. يعني حضرتك دلوقتي، يعني دلوقتي حضرتك قلت لي ان انت مش قابل فكره انه يبقى في تراجع في قرار مجلس اداره الزمالك. طبعا طبعا. نعم انا بقول لك، بس في نفس الوقت بتقول لي انه فتوح هيرجع. لا انا بكلمك على حته انه يروح الاهلي او ما يروحش الاهلي. هو دلوقتي هو النهارده دي يعني هو راجل محترف وهو حر، هو النهارده الزمالك هيبيعه عرضه للبيع زي ما بيقولوا، وهنعرف الكلام ده بالتاكيد عليه بكره في الاجتماع اللي هيحصل. حته انه يروح او ما يروحش دي بقى دي مش بتاعتنا، دي بتاعته هو يعني مش.
فنادي الزمالك القرار اللي هو واخده ده قرار رادع، انا شايف انه قرار صح 100%. حته بقى ان هو بقى يروح الاهلي يروح دي بقى ما نعرفش، الله اعلم هيبقى. طيب هل لو راح الاهلي تتوقع انه هيحصل لوم من جماهير نادي الزمالك لمجلس اداره نادي الزمالك ولا خلاص؟ لا بعد ما بعد ال بعد يعني اعجابهم بالقرار النادي، الناس مش دي الناس مش عايزه ترجع، يعني مش عايزين النادي يرجع في قراره. ممتاز مش عايز. ممتاز. طيب رحيل خوان كارلوس اوسوريو عن تدريب الزمالك تاخر ولا كان في وقته؟ كثيرا كثيرا زي ما بيقولوا. تاخر كثيرا طبعا. لان هو يعني ما اعرفش يعني هو لجا لطرق واسلوب لعب لعبتنا مش واخده عليه. حاول ان هو يعني يخلي لعيب الزمالك عندنا يؤدي اداء بدون ابداع. اداء يعني زي ما بيقولوا ايه اداء عسكري شويه، اعمل كذا يعني تعمل كذا يعني تعمل هنا بتوصل على الحته دي تعمل كذا، توصل عند الحته دي اعمل كذا، انت فاهمني؟ الناحيه الدفاعيه تبقى كذا نص فما خلاش عند اللعيب المصري ابداعي يبدع ويبتكر. او لعيب الزمالك بالذات، انت عارف الزمالك بتحب الكره الحلوه. صحيح. هو ما عندوش الحته دي. فهو حصل ان لعيبه الزمالك حصل عندها زي ما تقول قسره كده بالنسبه للاداء بتاعهم. هم مش متعودين زي ما بقول لك يلعبوا الكره اللي هي مشروطه ديت اعمل كذا، متعودين ان هم يبدعوا ويطلعوا اللي عندهم. تهيئته كانت للمباريات كانت التهيئة النفسية بالذات. صحيح. سيبك من التدريب والكلام ده، التدريب ده معروف يعني. إنما تهيئته النفسية للمباريات ما كانتش بدليل إن النهارده بتيجي مثلا يقول لك أصل اللعيب ده مش عارف ما خرج من المعسكر، أصل اللعيب ده مش عارف في حاجات بتحصل غريبة، وإن ده اللي تدل إن ما فيش سيطرة كاملة من الجهاز على اللعيب. فطبعا اللعيبه النهارده الدوافع عندها كان بيغيرها من وقت للتاني. ما كانش بيخلي زي ما قلت لك ما فيش اللعيبه عنده بينزل الملعب يعني عايز يكسب ومش عارف يكسب ازاي.